جلالتكم. تقرير الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية ما بين 2015-2030 والذي عرض على جلالة الملك يوم أمس جاء في حوالي 80 صفحة، 22 مدخلا لإصلاح المدرسة المغربية تتضمن 199 نقطة وأكثر من 1000 اقتراح. وتوج هذا العمل ببلورة رافعات استراتيجية للتجديد تتمثل في ترسيخ مدرسة الإنصاف والجودة للجميع والارتقاء الفردي والمجتمعي. الرافعة الأولى تحقيق الإنصاف من خلال إلزامية التعليم ما قبل المدرسي ووضع تمييز إيجابي لفائدة المدرسة القروية وشبه الحضرية وتحسين ظروف الاستفادة من الدعم الاجتماعي. ضمان الولوج إلى المدرسة والتكوين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتصدي لظاهرة الهدر والانقطاع الدراسي مع توفير البنيات التحتية الأساسية للمؤسسات التعليمية وتعزيز إسهام التعليم الخصوصي. ولتحقيق رافعة الجودة يتعين إعادة التفكير في التكوين والتأهيل في مهن التدريس وإعادة النظر في مناهج البيداغوجية ومراجعة البرامج واعتماد هندسة لغوية جديدة ترتكز على التعددية اللغوية، العربية كلغة أساسية والأمازيغية كلغة التواصل وكلغة انفتاح، الفرنسية والإنجليزية. هذا العرض اللغوي المتعدد من شأنه أن يضع حداً للإشكال اللغوي الحالي عند ولوج الجامعة. وشددت رؤية إصلاح التعليم على تثمين التكوين المهني باعتباره مجالاً خصباً للمهارات الفردية الكفيلة بتلبية حاجيات المقاولات وسوق الشغل. كما دعت التوصيات إلى مراجعة شاملة لنظام التقييم والامتحانات وتحديد عتبات مغايرة للانتقال إلى مستوى أعلى بدل اعتماد منطق الخريطة المدرسية. ونص التقرير أيضا على إعادة الاعتبار للامتحانات الإشهادية خاصة البكالوريا والرفع من جودتها. وطالب التقرير اعتماد قواعد الحكامة الجيدة والنهوض الفعال والمستمر بالبحث العلمي والابتكار. وأكدت الرؤية الاستراتيجية للمجلس على ضرورة التمسك بالثوابت والقيم الدينية والوطنية لبلادنا وجعل المدرسة قاطرة لتعزيز تموقع المغرب في مصاف البلدان المتقدمة.